عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، فقد قامت 7 أحزاب سياسية بسحب استمارات اكتتاب توقيعات، كما قامت كذلك 9 قوائم حرة بسحب استمارات اكتتاب توقيعات، منها 3 بالدائرة الانتخابية لبلدية مسيسنا، و3 قوائم حرة بالدائرة الانتخابية لبلد أقبو، وهناك قائمتان حرتان ومستقلتان قامت بسحب الاستمارات من دائرة الانتخابية لبلدية فرعون، وقائمة واحدة حرة قامت بسحب الاستمارات ببلدية توجة. بخصوص عملية إيداع الملفات، فقد بلغ العدد 13 قائمة، منها 5 قوائم ل4 أحزاب سياسية و8 قوائم حرة. أما بخصوص التحضيرات، فإننا على أتم الاستعداد ماديا وبشريا لإنجاح هذه العملية إن شاء الله. بخصوص عدد الهيئة الناخبة إلى غاية 31 أوت 2022، وهو تاريخ نهاية فترة الطعون القضائية، فقد بلغ العدد الإجمالي 46779 مسجل، منها 10432 ببلدية فرعون، و5432 ببلدية توجة، و26180 ببلدية أقبو. وأما ببلد مسيلة فقد بلغ العدد 4735.